بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدينا اليوم وصفة رائعة ببذور متوفرة في مطابخنا، وهي رائعة جدا للبشرة. سنقوم بعمل كريم وكذلك زيت. هذه البذور هي بذور الشمر أو الشومر، تسمى عندنا زريعة البسباس. فبذور الشمر أو الشومر تحتوي على فيتامينات مهمة لجمال بشرتنا. أولا نقوم بعمل الكريم. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من البذور، ملعقة طعام كبيرة من بذور الشمر قلت أو الشومر، ثم مباشرة نضع عليها كوب من الماء المغلي، يكون الماء مغلي جيدا. ثم نحكم إغلاق الإناء ونتركه لمدة ساعتين، وبعد مرور الساعتين نتحصل على هذا سائل الشومر أو الشمر. نأخذ 5 ملاعق طعام كبيرة من ماء الشومر، ونضيف عليه ملعقة شاي صغيرة من نشا الذرة. البديل هنا هو نشا الأرز لمن بشرتها تتحسس من نشا الذرة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. صاحبات البشرة الدهنية والغير حساسة طبعا نضيف لهذا الكريم قبل وضعه على النار ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون. نخلط جيدا، وبعدها يوضع على نار هادئة حتى الحصول على كريم كما تعودنا في وصفاتنا السابقة. وفور الغليان نطفئ على الكريم حتى لا يتكتل ويصبح مثل المهلبية. فور الغليان نطفئ النار ونسكبه في أي علبة معقمة، صلاحيته تدوم لمدة أسبوع كامل. بعدما يبرد الكريم يمكنك إضافة كبسولة الفيتامين إي لهذا الكريم لزيادة فعاليته، أو كبسولة الأوميغا 3 أي زيت السمك، أو زيت بذور الكتان. والوصفة موجودة في قناتي، نضيف نصف ملعقة شاي منه أو زيت اللوز الحلو. هذه هي البدائل. طبعا صاحبات البشرة الجافة جدا أنصح بإضافة نصف ملعقة شاي صغيرة من زيت السمسم، رهيب مع هذا الكريم. وبعدها نقوم بتطبيق هذه الوصفة على بشرة الوجه، سواء في النهار أو في الليل، بأي وقت تكونين فيه مرتاحة. نطبق الوصفة. طبعا بعد ما يبرد الكريم راح يجمد أكثر، نطبقه من أسفل إلى أعلى، دائما بداية بالرقبة وحول الفم إذا كانت هنالك تجاعيد، ونستمر على توزيع كامل الكريم على منطقة الهالات كذلك، وحول العيون، على منطقة الجفون، رائع جدا هذا الكريم لشد الجفون، وعلى طبعا الجبين. نترك هذا الكريم لمدة ربع ساعة فقط إلى أن يجمد، وبعدها نقوم بغسل هذا الكريم بغسول شامبو الأطفال، يكون أفضل. الوصفة موجودة بالقناة كذلك، وهي رائعة جدا وقد تم تجربتها من قبل الكثيرات من مشتركات قناتي وكانت ناجحة.
نغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر والغسول المناسب، وبعدها بالماء البارد لغلق المسامات. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق. حتى الرجال يمكنهم استخدام هذا الكريم وبكل أمان. فوائده للبشرة: يعمل على علاج حب الشباب، لأن الشمر أو الشومر ممتاز لعلاج حب الشباب لما يحتويه من خصائص تعمل على مكافحة البكتيريا والجراثيم والالتهابات. كذلك ممتاز في علاج التجاعيد وتأخير ظهورها، ولكن يجب اتباع النصائح بشرب كميات كبيرة من الماء لترطيب الجسم من الداخل. وحيث يعمل هذا الكريم على تأخير ظهور علامات الشيخوخة على بشرة الوجه ككل. وكما يمكنك كذلك استخدام هذا الكريم لكامل الجسم حتى المناطق الحساسة. يعمل على شد المنطقة الحساسة رائع جدا، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة. كذلك هذا الكريم رائع جدا في تفتيح لون البشرة، يزيل الكلف والنمش والتصبغات واسمرار أشعة الشمس. نقوم بعمل زيت الشمر بعد غسل هذه الوصفة. نقوم بترطيبها بزيت الشمر دائما، وكما تعودنا نقوم بطحن البذور فور استخدامها يكون أفضل. ثم نأخذ ملعقة طعام كبيرة من بذور الشمر أو الشومر مطحونة، رائحتها جميلة جدا. فرائحة الزيت هنا للترطيب تكون جميلة. بالنسبة لعمل هذا الزيت يمكنك استخدام أي نوع زيت يناسب بشرتك. أنا هنا سأقوم باستخدام زيت الطبخ. لماذا؟ لأنه خفيف على البشرة وتتشربه البشرة وبكل سهولة. يوضع في برطمان زجاجي ويفضل أن يكون غامق اللون. ثم نضيف 5 ملاعق طعام كبيرة من الزيت. قلت يمكنك استخدام أي نوع زيت ترين أنه يناسب بشرتك. إذا كنت مستعجلة لاستخدام الزيت في نفس اليوم، يوضع فقط على حمام مائي لمدة 2 ساعة وبعدها نقوم باستخدامه. غير مستعجلة يمكنك وضعه في مكان جاف ومظلم مع رش البرطمان كما تعودنا دائما على الطريقة الباردة، تحضير الزيوت على الطريقة الباردة. نقوم برجه، يترك لمدة 3 أيام، ثم نصفي الزيت ونستخدمه بعد هذا الكريم لترطيب البشرة. لست مجبرة لاستخدام هذا الزيت بعد هذه الوصفة. يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو أو زيت السمسم لصاحبات البشرة الجافة، ولكن هذا الزيت رهيب مع الكريم لعلاج خاصة التجاعيد في مدة قصيرة جدا. من أول أسبوع لاستخدامك المنتظم لهذه الوصفة بشكل يومي ستلاحظين الفرق. كذلك هذا الزيت آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات وكذلك البنات وحتى الرجال. صلاحية هذا الزيت تدوم لمدة 1 سنة كاملة في مكان مظلم وجاف. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.